الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ورحب بحضراتكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط 19 وهو الخاص بفئة القعدان اللقاية المهجنات الأصايل، وهذه الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان وثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع الصدارة والمقدمة مع فطين سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي، من يقدم لنا فطين على المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم بشعار محمد بن راشد بن جابر المنهالي من يقدم لنا هذه الانطلاقة حاضرا على مستوى المركز الثاني. بدأ في هذه اللحظات بالتسلل إلى المركز الأول مع انطلاقة تمام في هذه اللحظات. المركز الثالث من الجانب الأيمن من يحمل لنا الرقم 3 مسعف ناصر بن حمد بالسم المنصوري، من يقدم لنا مسعف، بينما المركز الرابع وصل مايهاب محمد بن حمد بن محمد بالعري المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة مايهاب، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام الطاير حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي، من يقدم لنا انطلاقة الطاير، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام من الجانب الأيمن هنا الوصول مع الفاتن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا الفاتن اللي يحتل المركز الخامس وسادس. التحديات مايهاب محمد بن حمد بالعري المنصوري قادما على المركز السادس وسابع. التحديات الوصول والانطلاق هنالك ايضا مع انطلاقة الشامي سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي، من يقدم لنا فطين والشامي بهذا الأداء المميز. والمركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام سيد سيد سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري، من يقدم لنا انطلاقة سيد، وأيضا القادم ختال حمد بن عوض بن زيتون المهيري، من يقدم لنا انطلاقة ختال، وأيضا القادم القرم منيف بن مبارك بن منيف المنصوري هو القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز التاسع، بينما المركز العاشر ربدان أحمد بن عبد الله بن عمير المنصوري قادما على المركز العاشر. هكذا هي نتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحدي الأول. من غير الأمور وبدأ بالتسلل على المركز الأول الفاتن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا الفاتن على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني تمام القادم بشعار محمد بن راشد بن جابر المنهالي، من يقدم لنا انطلاقة تمام القادم على مستوى المركز الثاني وثالث. التحديات الطاير حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي، من يقدم لنا انطلاقة الطاير اللي يحتل المركز الثالث والمركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام سيد سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري، من يقدم لنا انطلاقة سيد والمركز الخامس هنالك الوصول والانطلاق مع شعار المنهالي مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنالك ايضا الوصول مع القرم منيف بن مبارك بن منيف المنصوري القادم في هذه اللحظات، ولكن الصداره والمقدمه التحديات الاولى لمن ناموس هذا الشوط. بدا الانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الكرام الطاير حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي، من يقدم لنا الطاير على المركز الاول. المركز الثاني تمام محمد بن راشد بن جابر المنهالي، وثالثا القرم منيف بن مبارك بن منيف المنصوري قادم في هذه اللحظات. يا سلام، بدأ الانطلاق، بدأت التحديات، ولكن هنالك الطاير حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي، من يقدم لنا الطاير على المركز الأول والعصافير الأبطال.
بدون أي أوامر، صدرت الأوامر والتعليمات، بدأ بالانطلاق الطائر على المركز الأول، حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي من يقدم لنا، الطائر ينطلق بهذا الأداء الكبير في شوط خاص بالإنتاج والمنتجين، يقدم لنا إنتاجه الفاخر حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي، تهانينا والناموس لمالك الطائر حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني، القرم منيف بن مبارك بن منيف المنصوري، والمركز الثالث تمام محمد بن راشد بن جابر المنهالي، والمركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام الشامي سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي، وخامسا وصل على المركز الخامس سيد سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا وناموس لمالك الطائر حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي بتوقيت زمني 6 دقائق 55 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لك الدرعي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني 6 دقائق 3 ثواني جزئين من الثانية هو توقيت القرم منيف بن مبارك بن منيف المنصوري، والمركز الثالث وصل تمام محمد بن راشد بن جابر المنهالي 6 دقائق 8 ثواني وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نتواصل ونجدد